السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي أعزائي، أحبائي، بناتي، أبنائي، الطلبة السادس الإعدادي، حبيت اليوم أحكي لكم عن خطة القبول المركزي للعام 2020-2021. الأخبار الواردة حاليا من الوزارة لحد هذا اليوم بأن هناك آليات وإجراءات لخطة القبول للعام الجديد. الشيء في البداية أحب أطمئن جميع الطلاب وخاصة أصحاب المعدلات العالية في الفرع الأحيائي أن هناك توجه في الوزارة وفي لجنة التعليم البرلمانية في البرلمان العراقي لقبول جميع أصحاب المعدلات العالية من 98 فما فوق في المجموعة الطبية اللي بالغ عددهم 15,000 طالب وطالبة، وإن شاء الله نتمنى أن يقبل هؤلاء جميع هؤلاء الطلبة في هذه الكليات، لأن هذا استحقاقهم وناس أدوا اللي عليهم واجتهدوا وإن شاء الله ما يضيع تعبهم. الشيء الآخر أن تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأنه قال أن هناك آلية ومعيار لقبول الطلبة أصحاب المعدلات العالية المرتفعة في المجموعة الطبية، وهناك احتمالية أن تلغى بعض الاستثناءات. الشيء المهم الآخر بأن جميع الطلبة الحاصلين على معدلات عالية يجب عليهم الآن عدم التفكير في أنهم هل سوف يدخلون كلية الطب أم لا يقبلون المجموعة الطبية أم لم يقبلوا. الدليل سوف يصدر الأسبوع القادم، فعليهم أن يقوموا بملء وكتابة المجموعة الطبية في بداية الأمر، ثم يتسلسلوا في الترشيحات في الكليات الأخرى. الشيء الآخر اللي أحب أقوله أنه وزارة التعليم العالي اليوم تدرس إمكانية قبول جميع الطلبة أصحاب المعدلات العالية المرتفعة في المجموعة الطبية، ليست في الكليات الحكومية وإنما في الكليات الأهلية عن طريق المنحة المجانية. وهناك خبر شبه مؤكد بأن الآلية أو الدراسة المقدمة حاليا في الوزارة أمام السيد الوزير هو قبول الطلبة أصحاب المعدلات العالية من 98 فما فوق في المجموعة الطبية في الكليات الأهلية مجانا، وإن شاء الله يحصل هذا الشيء، لأن هذا شيء مهم لطلابنا وطالباتنا، لأنهم ناس اجتهدوا رغم هذه الظروف الصعبة ورغم جائحة كورونا، إلا أنهم حققوا المعدلات العالية، حققوها بسواعدهم ليس بمنة أحد. فنتمنى من الحكومة العراقية ومن وزارة التعليم العالي بأن تنظر بهذا المنظار، وأنا متأكد أن السيد وزير التعليم العالي إنسان متفهم للوضعية جدا، وفي كل تصريحاته بأنه عين على أصحاب المعدلات العالية لأنهم هذول ناس يستحقون أن يدخلوا المجموعة الطبية. في النهاية أحب أطمئن الطلاب مرة أخرى أنهم لا يكونوا في قلق، من معدله 98 فما فوق إن شاء الله يقبل في الكلية الطبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.